ولنقاش ملف قرار الخدمة الإلزامية في العراق وتداعياته، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. مساء النور. سيادة العقيد، ما مدى أهمية قرار الخدمة الإلزامية بعد توقيفها لقرابة عقدين من الزمن وسيطرة الميليشيات على المشهد الأمني في العراق؟ نعم، بداية دعيني أقول بأن طرح هذا المشروع في ظل الخلافات السياسية الحالية والأزمة الاقتصادية القائمة والتهديدات الأمنية وضعف القدرات العسكرية والاقتصادية، وفي ظل السلاح المنفلت بوجود ميليشيات تعمل خارج إطار الدولة وخارج إطار القوات المسلحة، يطرح الكثير من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء طرح هذا المشروع، والتي هي في رأيي أنا بأنها دوافع سياسية حقيقية. كما أن طرح هذا المشروع أنا أعتقد بأنه سيواجه تحديات كثيرة خاصة على المستوى السياسي، لأنه كيف سيطبق هذا القانون على الأكراد في شمال العراق، وكيف سيطبق على الميليشيات الطائفية التي تعمل خارج إطار الدولة. يضاف إلى ذلك بأن مسألة التجنيد الإلزامي طرحت في العراق منذ فترة طويلة، ولكن عندما جاء الاحتلال وبشر بالديمقراطية قال بأنه تم إلغاء مسألة التجنيد الإلزامي في العراق، وأصبح التطوع إلى المؤسسة العسكرية هو السبيل الوحيد. إعادة طرح هذا المشروع مع وجود وفرة كبيرة جدا في أعداد القوات المسلحة العراقية سيتسبب بترهل المؤسسة العسكرية أكثر مما هو عليه الآن، كما إنها فرصة جديدة للفساد وترسيخ للطائفية، وسنعود مرة أخرى إلى مسألة الهروب وإلى مسائل كثيرة جدا ستطرح على المؤسسة العسكرية. لذا أنا أقول بأنه الأولوية كان يجب أن تكون لإعادة وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس رصينة، بحيث تكون فوق الميول والاتجاهات السياسية والطائفية والمحاصصة التي جاء بها المحتل. كما إن الأولوية كانت يجب أن تكون لإعادة التوازن في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وإصلاحها، علما بأن طرح هذا المشروع كما قلت يتقاطع مع الديمقراطية التي روج لها الاحتلال وروجت لها الأحزاب السياسية التي جاءت على دبابة المحتل، كما أنه يعمل على عسكرة المجتمع العراقي في ظل الظروف الحالية، بحيث أنه أن هذا الشباب الذي يقولون بأنه سيجدون له فرصة عمل كان يمكن أن تكون له فرصة عمل مدنية وليس تجيش المجتمع العراقي، لأن الجيوش الحديثة لا تقاس بالكثرة العددية وإنما هذه الجيوش. سيادة العقيد، المعذرة على المقاطعة، إلى أي مدى تظنون أن إقرار الخدمة الإلزامية اليوم يمهد لإلغاء أو إزالة الميليشيات والسلاح المنفلت في الأفق القريب؟ لا، أكيد بأن إقرار هذا المشروع لن يغير من الوضع الحالي شيء أبدا، يعني لأنه أصلا هي جيوش لا تقاس بالكثرة العددية، لأنه توجد لدينا ميليشيات للحشد الشعبي تعمل ضمن إطار القوات المسلحة، وهناك ميليشيات تعمل خارج إطار القوات المسلحة. لدينا وزارة الدفاع وداخلية، ولدينا جهاز مكافحة الإرهاب، ولدينا كثرة عددية كبيرة جدا، ولكن إن الجيوش الحديثة اليوم لا تقاس بالكثرة العددية ولا تقاس بهذه المسائل، وإنما تقاس بالمهنية والحرفية والتدريب الراقي والتقنيات التكنولوجية الحديثة والأسلحة المتطورة والطائرات من دون طيار واقتناء الصواريخ والمعدات المتطورة التي تغير موازين القوى في الميدان. وأنا أسأل، يعني ماذا سيعوض مسألة الخدمة الإلزامية من خلال الجندي المكلف عن جميع هذه المتطلبات التي هي التي تكون المقياس على حرفية الجيش ووطنيته سواء كان في المؤسسة العسكرية أو غيرها؟ لذا يجب التركيز على الكم وليس على النوع وليس على الكم، وهذا ما يجري الآن. أنا أعتقد بأن طرح هذا المشروع في هذه الظروف يتطلب موارد مالية كبيرة يجب أن تتضمن فيها ميزانية لبناء البنى التحتية واللوجستية، والعراق يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا، لأنه يحتاج إلى مراكز تدريب، بناء دوائر تجنيد في كل محافظة وقضاء، تهيئة ملابس وتجهيزات لازمة، إقرار قوانين للمتخلفين عن التجنيد. جميع هذه الأمور أنا أعتقد أنها بحاجة إلى وقت كبير جدا، وبحاجة إلى توافق سياسي، وهذا غير موجود الآن في حكومة الكاظمي.
في هذا الجانب أيضا اقتصاديا يرى البعض أن قرار الخدمة الإلزامية قد يكون وجها من وجوه الفساد الذي يعصف بكل المؤسسات في العراق ومنها المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما مدى صحة ذلك؟ نعم لا شك، أصلا المؤسسة العسكرية تعاني من الفساد المالي والإداري بشكل كبير جدا، وهناك تصريحات لوزير الدفاع قبل أيام عندما تكلم عن الصفقة الأوكرانية، يضاف إلى هذا الفضائيين الذين تكلم عنهم العبادي عندما كان في رئاسة الوزراء. إذا نحن نعاني أصلا من فساد مالي وإداري كبير جدا في هذه القضية، فما بالك إذا تم دخول مسألة التجنيد الإلزامي، ومن ضمن القانون طبعا مسألة البدل النقدي الذي يمكن أن يدفع من قبل المتيسر ماديا بحيث يدفع هذه الأموال لقاء عدم خدمته في الجيش، وبالتالي سنأتي إلى قضية أخرى وهي عدم عدالة تطبيق القوانين على الجميع. أنا أقول بأنه الكثير الآن من القوانين، أنا أسأل هل يمكن أن تطبق على جميع منتسبي الأجهزة الأمنية؟ الجواب لا، لأنه الحشد الآن يعمل خارج إطار القوات المسلحة، وهناك الكثير من الحوادث التي حصلت في الفترة الماضية تؤكد بأن هذه القوات تعمل في قانون خاص بها وليس قوانين التي تخص الدولة. صرح الكاظمي أن خدمة العلم ستكرس القيم الوطنية لدى أبناء العراق، كيف يمكن قراءة تصريحه؟ وهل يراد إعادة إحياء المؤسسة العسكرية وترسيخ الاعتراف، أو هذا الاعتراف للكاظمي هو ترسيخ للقيم الوطنية واعتراف منه بأن الميليشيات التابعة لإيران غير وطنية؟ دعيني أقول بأن أنا أعتقد بأن تصريح الكاظمي هي محاولة للقوى السياسية لإعادة إنتاج نفسها من جديد في المشهد السياسي العراقي الذي يعاني من حالة عدم الاستقرار على كافة المستويات. ولو رجعنا إلى مسألة الظروف التي تشكلت فيها المؤسسة العسكرية بعد عام 2003، نرى بأنها كانت ظروف استثنائية لم تخضع أصلا لمعايير وطنية، بل كان الانتماء للمؤسسة محصور من قبل جهات معينة دون أن يشمل جميع الجهات من الشعب العراقي. وأنا أسأل هنا، هل يطبق القانون اليوم على جميع العراقيين دون تمييز؟ الجواب لا، لأن هناك قوات معروفة بالحشد الولائي هي فوق القانون وفوق الدولة. وهنا نقول كيف سيطبق هذا القانون مثل ما قبل قليل في كردستان العراق، وهل هل سيكون نافذ في هذه المنطقة التي هي أصلا الآن تعتبر دولة ولكنها معزولة، أو مثلا على ميليشيات الحشد الشعبي الولائي. أنا أعتقد أن هناك إشكالية حقيقية في مسألة تطبيق هذا القانون، ولكنه طرح هذا المشروع في هذه الظروف أنا أعتقد أنه سيزيد من مسألة الاحتقان بشكل كبير جدا، لأن الشباب الذي يبحث عن فرصة عمل لا يريد أن يعود مرة ثانية إلى مسألة العسكرة وما إلى ذلك من أمور أخرى. ولا تفكر حكومة الكاظمي في هذه القضية وفي هذا الظرف الذي يمر فيه العراق؟ أنا أعتقد بأنها ظروف صعبة لا يمكن لها أن تنفذ مثل هذا المشروع في هذه الظروف. شكرا جزيلا لكم، الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.